يقول: ما هي شروط الجهاد عند أهل السنة والجماعة؟ وهل المسلمين اليوم متوفر فيهم هذه الشروط؟ وهل الرد على أهل البدع يعتبر جهادا؟ الجهاد ماضي إلى أن تقوم الساعة، الجهاد في سبيل الله ماضي إلى أن تقوم الساعة، ما وجد الكفار فالجهاد باقي، ويكون الجهاد مع إمام المسلمين، لأن الجهاد من صلاحيات إمام المسلمين، هو الذي يأمر به، وهو الذي ينظم الجيوش والسرايا، هو من صلاحيات إمام المسلمين، والجهاد ماضي مع إمام المسلمين برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا بد أن يكون القصد منه إعلاء كلمة الله، نصرة الإسلام والمسلمين، هذا القصد من الجهاد. والجهاد يكون بالسلاح، ويكون الجهاد باللسان، بالرد على أهل الباطل ونقض شبهاتهم، وبالكتابة، تأليف الكتب، كتابة المقالات في الصحف والمجلات، هذا من الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان. نعم.